يتفق فيه الجميع على أن المهنة من المحاماة في ظل التطورات التي يعرفها القاضي ومن الضمانات الرئيسية للمحاكمة بعض المداولات والنقاشات بعض القضايا التي بفضل اليوم الدراسي اللي كنظموه اليوم بشراكه مع الاخوان ديالنا في الفريق ديال الحزب في مجلس المستشارين، وطبعا بحضور الاخوان المستشارين وكذلك الاخ رئيس الفريق في مجلس النواب وبعض الاخوان النواب البرلمانيين. الغرض منه هو اننا نحاول ما امكن نوضع واحد تصور بمقترحات اللي كنشوفوها ملائمه في إطار النقاش الجاري اليوم حول واحد المسودة ديال مشروع قانون لإصلاح المهنة. طبعا احنا واثقين بأن المهنة في حاجة إلى إصلاح، لأنها كتعرف تحولات وتتأثر بتحولات مجتمعية كبيرة تكنولوجيا ومعلوماتيا وكذا في التزايد ديال عدد الوافدين على المهنة والإشكالات المجتمعية اللي كيعانيها المحامون والمحاميات. طبعا هذا اليوم الدراسي الغرض منه هو أننا نقدمه في إطار الإيمان ديالنا كاتحاديين واتحاديات في إطار المقاربة التشاركية أننا نساهموا في تجويد هذه المسودة اللي غادي تدخل طبعا في المسار التشريعي حينما تكون جاهزة وتصبح مشروع قانون للحكومة. نكونوا جاهزين باش الفريقين البرلمانيين ديالنا يتملكوا المقترحات اللي كنشوفوها لصالح المهنة ولتجويد أي قانون يريد إصلاح المهنة. طبعا الكلمة الأخ الكتيب الأول تضمنت كثير من التوجيهات في هذا الإطار، لا سيما أولا من حيث أننا كنا نطمح أن المهنة تم الدسترة ديالها كعديد من الدول اللي دسترت المهنة، لا سيما بعدما أصبح المجلس الأعلى للسلطة القضائية مدسترا وينظمه قانون تنظيمي، وصبحت المجلس ديال السلطة القضائية مستقل وإحدى النيابة العامة. باش نضمنوا التوازن في إطار المؤسسة القضائية لابد أن تكون مهنة المحاماة قوية. لذلك كان المقترحات أيضا اللي ضمنتها الكلمة الأخ الكاتب الأول هو إعادة تعريف المهنة المحاماة، ما تبقاش غير مساعد للقضاء بل يجب أن تكون لها صبغة شريك في إنتاج العدالة وفي المشاركة، يعني أن تكون شريكا فعليا في إنتاج العدالة وفي ضمان والمساهمة في تطبيق القانون وفي حماية الحقوق والحريات. طبعا كاين نقاش اليوم في المسودة حول إحداث واحد المجلس وطني للهيئات، كذلك خصنا نبلغوا فيه الرؤية ديالنا، هل الحاجة هل المهنة تحتاج إلى هذا المجلس؟ إذا كانت تحتاج إليه شنو هي الضوابط والمكونات ديال هذا المجلس؟ شنو هي الاختصاصات والسلطات اللي غتكون له؟ طبعا عديد من القضايا اللي في العروض اللي استمعنا لها واللي في المناقشات التي تجري وفي ضوء الكلمة التوجيهية للأخ الكاتب الأول، لا شك أن هذا اليوم الدراسي غادي يفيد الحزب ديالنا في أن يتملك واحد الرؤية واضحة في إمكانية أن يساهم من موقعه كحزب في المعارضة في التجويد وتحسين المضامين ديال هذه المسودة اللي غادي تولي مشروع قانون من أجل أن يكون في صالح المهنة ومن أجل تطوير المهنة ومن أجل التغلب على المشاكل والاختلالات التي تواجهها المهنة. شكرا. تم تنظيم اليوم الدراسي اليوم في مجلس المستشارين بتنسيق مع قطاع المحامي الاتحاديين والسادة أعضاء المستشاري الحزب بمجلس المستشارين. الهدف من هذا اللقاء أو هذا اليوم الدراسي هو مناقشة مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، والنقاش الذي أثارته أو تعديل قانون مهنة المحاماة، واللي كنعرفوا بأنه هذا التعديل أو هذا النقاش يمتد الآن لأكثر من 10 سنوات منذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة سنة 2013 إلى الآن. فهذا اللقاء كان الهدف ديالو هو محاولة المشاركة في إطار المقاربة التشاركية اللي بطبيعة الحال منصوص عليه دستوريا، وأن محامي القطاع وكذلك المستشارين تكون عندهم واحد صورة
حول ما جاء في مسودة مشروع قانون المهنة، سواء المسودة التي تم إعدادها من طرف جمعية هيئة المحامين بالمغرب على مدار 10 سنوات، وكذلك المسودة الأخيرة التي هي موضوع نقاش ومن خلال المقارنة بينها وبين ما جاء في المسودة الأولى، بهدف الوصول بطبيعة الحال إلى نص قانوني متوافق عليه يأخذ بعين الاعتبار ما ينبغي أن تكون عليه المحاماة في الدولة الحديثة. هذه المحاماة المفروض أن تستحضر أنها منظمة دوليا في إطار أوفاق دولية، وخاصة إعلان هافانا الذي يحدد مبادئ التي ينبغي أن تكون عليها المحاماة في الدولة الحديثة، بالإضافة من طبيعة الحال إلى استحضار المستجدات التي يعيشها المغرب إسوة بباقي الدول والمرتبطة بالاتفاقية تحرير الخدمات وما يعرف بالقدس. إذن فالهدف من هذا اللقاء هو أنها العمل على تجويد هذا المسودة وهذا النص في الاتجاه من طبيعة الحال الذي يحافظ على رسالة المحاماة المبادئ التي تقوم عليها، وهو هي ضمان المحاكمة العادلة، ضمان الولوج المستنير، الحفاظ على ما يسمى بالهيكل التنظيمي والقانوني الذي عرفته المحاماة في المغرب. كنعرفوا بأن المحاماة ليست وليد اللحظة، بل هي امتداد لأول نص قانوني لسنة 1924. للسنة المقبلة إن شاء الله سيكون مرور أكثر من 100 سنة على تواجد النصوص القانونية للمحاماة في المغرب، بطبيعة الحال بالإضافة إلى ما هذه المستجدات اللي قلتها اللي يمكن أنه تخذ بعين الاعتبار شو يمكن أننا نساهموا في تجويد هذا النص. الكلمة التي تقدم بها الأحد الكاتب الأول كانت